بتروينا آه يا دنيا انقطع حتى النسم والقول آه يا دنيا بكاس الهم تروينا تجر على الألم والآه وفينا يختنق هالصوت واجس وعذاب وخوف ولا منه يواسينا تجرعنا الألم والآه فينا يختنق هالصوت واجس وعذاب وخوف ولا منه يواسينا ولا منه يواسينا جنين المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا جنينا المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا بأمنا وصبرنا احنا مشيدين بيوت نردد يا عسى باكر ترسينا موالينا ترسينا موالينا موالينا وكلي امرك الله وان شاء الله بيرجع بالسلامه ونعم بالله بس ما قادرة أشوفه وهو مسافر ما قادرة صبري صبري يا خالتي ترى الإنسان واجب عليه يسعى على رزقه السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام يا خولة خالتي خالتي سامحيني على اللي صار أنتي مالك ذنب في اللي صار يا بنتي خالتي هين مازن في شي يا خولة صاير شي جديد أبا أكلمه علشان ما يسافر هلكت من كثر ما أكلمه هو ما يقول مسافر علشان يجيب المهر حالي صح لو سافر أنا ما با وليش عاد علشان لو سمعني أقول له هالكلام يمكن يرد عن اللي في باله الله فكرة يا بنتي مازن مصمم على اللي في باله وما يرد شيء خليني أحاول يا خالتي خليه يا بنتي خليه مازن لو قلتي له هالكلام بيعاند أكثر أنا بعدني بحاول معاه مرة ثانية ولو أني متأكدة من رده خليني أحاول يمكن أقدر أثر عليه يمكن بس هذا ولدي وأنا عارفته زين خلاص يا ولدي بتسافر لا راد الله يا أمي خلاص أنا قررت وعزمت ما أنا قصني غير موافقتك بس وأنا يا ولدي أنت يا أمي وتاج راسي محلك في عيوني يا ولدي لا تسافر لا تسير لا تخلي الخوف في قلبي يزيد الله يهديك يا أمي بس إيش هالحكي هذا أرجوك يا مازن أرجوك لا ترجعني لوجع الليالي لا تذكرني بأحزاني أحزان اللي صارت من يوم فراق أبوك
إن شاء الله يا أمي ما بيصير لك الخير. أنت بس ادعي لي. يا ولدي شوف كيف مرتاحة بقربك يا ولدي. أرجوك أرجوك لا تعذبني ببعدك. أمي أنا اللي أرجوك. أرجوك لا تعذبيني بحكيك هذا. لا تخافين علي. يعني خلاص معز بتروح بتصير بتخليني. أنا ما بسافر إلا موفر لك كل شيء تحتاجينه. يا ولدي اللي أحتاجه هو أنت. اللي أحتاجه أني أشوفك قدامي. اللي أحتاجه أنك تكون قربي. يا أمي كلها كمين شهر ورادين إن شاء الله. وبعدين أنا بخبر عابد أنه يجيب لك كل شيء وما يكون ناقص منك شيء إن شاء الله. وبعدين عابد مثل مازن. الله يوفقك يا ولدي. الله يوفقك. خلي أغراضك يا ولدي برتبهم بنفسي. أنا بسير أشوف عابد. رقدت؟ والله توني ابغى ارقد. ايش بسوي بعد غير الرقاد؟ انا بترقد امشي عنك ابوني جاي يسولف. تعال تعال مازن قعد قعد قعد. قول ايش تبغى؟ علامك زعلان الحين؟ اقول لك يا بسولف معك؟ زين قول مازن ايش تبغى؟ يلا سولف. احنا اللي بسولف معك قبل اسافر قاعد تقول لي ايش تبغى؟ علامك انت مازن انت تعرف رايي في الموضوع. أولاً أنا ما جاي أخذ رأيك لأني خلاص باكر إن شاء الله مسافر وأمي الحين قاعدة ترتب لي أغراضي. زين الله يوفقك يا مازن. الله يوفقك وينول لك مرادك. عابد ما وصيك على أمي. هل هل فيها دير بالك عليها. أباك تراعيها وما تخليها بروحها. يا مازن لا توصينا على أمي. هذه أمي تعرف والله. لا زين شوي شوي حليش قاعد صارخ علي في الليل. بس بصارخ بصارخ. ليش؟ لاني ما باك تسافر. اباك تسافر يا مازن. تعرف اني انا ما اقدر اقدر اسوي شيء من غيرك. تخليني وتصير. ليش يا مازن؟ ليش؟ وهذا الموضوع الثاني اللي جاينك عشانه. عابد عابد انت انسان طبيعي. ما باك تتسبل قدام الناس وتسوي حركات الميانين هذه اللي ما لها داعي. خليك طبيعي. يا مازن ما زل لو سويت مثل ما تقول كان ما عشت في البلاد. كان عمك سوالي أي شيء عشان يضرني ويضرك. لكن خلني مثل ما أنا. خلني مثل ما أنا أحسن لي. عابد المهم أنا قلت لك وأنت على كيفك. المهم مثل ما وصيتك على أمي. يا مازن يا مازن قلت لك هذه أمي. أمي مثل ما هي أمك. ولا تخاف. أتخاف عليها. أنا متأكد يا عابد متأكد من هالشيء. يا رب قدر قد صباح الخير.
جاهزين؟ نعم جاهزين. ذهبتم اغراضكم وسماكم في اللينج؟ نعم عم ركبنا اغراضنا في اللينج. زين كلهم جايين الا مازن. هل يكون غير رايه؟ لا عمي لا، مازن بيا الحين. عبد وعبد انت ايش فيك ما تسمع؟ اعلامك ايش فيك تصرخ؟ ايش فيك؟ ما شفت مازن؟ لا ما شفته. زين سير شوفه. سير هنا اشوفه بعد. شوفه في بيتهم. تحرك. ما بصير ما بصير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مازن يا ولدي ليش تأخرت؟ الدنيا ما طارت يا يابر. زين زين زين. أنت جاهز؟ إيه نعم جاهز. هذه أغراضك؟ هذه كل أغراض. الله يحفظك يا ولدي ويردك بالسلام. آمين إن شاء الله. خلي بالك على نفسك، خلي بالك على نفسك. إن شاء الله. لا تحاتين يوم. مع السلامة يا خوي. الله معك يا مازن. الله معك. فمان الله يا مازن. الله يحفظكم ويردكم بالسلامة. مع السلامة يا نوارة. مع السلامة. خلي بالك على نفسك يا مازن. ولا تخاف على أمك. تراها وسط أهلها. هاي يا عابد. ما تبى تسلم علي؟ لا. ليش؟ لأنك بترجع يا مازن. بترجع. يلا يوم. مع السلامة. وادعي لي. الله يحفظك. ويعودك بالسلامة. يلا يا مازن. يلا أبوي يلا، الناس يحرسونك. وكل على الله. مع السلامة يا عم. مع السلامة يا ولدي. يلا توكل توكل. يلي صقبت الدقل عيني ترابيكم، وانتو صقبت الدقل
وانا قلبي يحاتيكم، ويا ليتني طويره على قب الدقل معكم، بسمي بولادي وباقي الناس بسمحكم. يلا يا عبد يا ولد افتح التجه. ما عندي المفتاح خالتي. خذ هذا المفتاح، خله معاك لين ما يرد مازن بالسلامة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله خالتي. تفضل. سافر سافر وخلاني، يا رب تحفظه يا رب. خالتي لا تعذبين نفسك، ادعي له. لا توصيني يا بنتي، بس نظرته لي ساعة السفر ذكرتني بنظرة أبولي، كانت عيون عبد الله تلمع، كنا يبى يقول شيء وكنا حاسس بشيء، ويبى يقول لي خلي بالك على مازن لأني أنا ساير ساير وما برد، وما عرفت أفسر إيش ورا هذيك النظرة إلا اليوم لما شفت نظرة مازن كانت نفس نظرة أبوه. خالتي خالتي إذا كنتي تعبانة روح البيت، تراني أنا قاعد هني. لا يا ولدي أنا يالسة مرتاحة هني، أشوف الناس رايحين ورادين، أحس إن مالي يالسة في البيت وحدي. زين خالتي على راحتك. خالتي تبين أسوي لك شيء؟ نفسك في شيء؟ تراني حاضرة وتحت أمرك. لا يا بنتي أحسنتي، عساك ذخر إن شاء الله. عيل يلا بسير عنك. يلسين يا بنتي. لا يا خالتي بسير، وراي غسيل وغدا. وطيب وإيش تسوي؟ يالسة وتأمر بعد إيش تسوي؟ الله يعينك يا بنتي الله يعينك. هيش أسوي يا خالتي علشان أرضي أبوي وما سبب له مشاكل معاها؟ ولا هي ما تستاهل؟ صبري يا بنتي صبري صبري وعيشي يومك. تراني صابرة يا خالتي. يلا بسير عنك. مع السلامة يا بنتي، ولا تنقطعين عني تراني حرصك. إن شاء الله كل يوم بتلاقيني عندك وأنا بنتظرك. مع السلامة. شوف هذا بعد كيف يالس يطالع البنية كنا بياكلها، وشوفه راح يكلم أبوها. هذا أنا أكره أكره وما أعطيه قبل عشت الله. أهلا علي. كيف الحال؟ لك يوم يا ظالم لك يوم يا ظالم. إيه بسك صدعتنا بسك من هذا الكلام بسك سميك انك واحد يا بر كبر راسك الله يهديك، لا تعادي الاشكال الله يهديك. بس تعال تعال اشوفه ايش تباله. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ياسر كيف حالك؟ الحمد لله ياسر. هاي كيف الشغل؟ الحمد لله كل شيء ماشي زين الحمد لله. عمي يقولون يتي شد عني. هي يا زمن هي ساروا الطيبين ساروا اهل الذمه واهل الشيمه،
ساروا ساروا سير انها ما سير ان شاء الله. خالتي خالتي وصول. كيف حالك خالتي؟ ساروا ساروا اهل الشيمه ساروا اهل الذمه ساروا ساروا. خلها هذه ايش عليك منها انت؟ والله ماجد هني امك؟ ايوه اسقرها بسرعه اسقرها. ما ما تعالي عابد يبات ان شاء الله. تعالي نواره تعالي. ما عابد خير؟ خير ان شاء الله بس خالتي اصول تباك بسرعه. تباني بسرعه هين هي؟ في السوق ترى ياسر وصل ياسر. خير خير ان شاء الله. يلا ابوك نعم وصل فرحان انت بتشوف ان شاء الله. يلا نواره بسرعه يلا بسرعه قبل لا يروح. يلا 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 خلاص نحكي لنا نحكي لنا ان شاء الله. انت ليش كل ما شفتيني قلتي لي سير شوف اولادك سير شوف اولادك علامك انت؟ لا وتقول انا اللي مانع عنك انك تشوفهم. انت سمعي لي وصول من اليوم ورايح ما تتدخلي في حياتي مالك خص فيني. اشوف اولادي ما اشوف اولادي انت ما لك خص سمعتي لي مالك خص. ها وصول انا السبب تشوفيني وما اريدش من اليوم وساير تتدخل فيي. اشوفهم ما اشوفهم مالك خص. لا وعناد حالك انت ما بصير اشوفهم. انت ما بتي يا ياسر لحن بني عندك نوارة. نعم نوارة تعرفها ولا ما تعرفها؟ أبوي ماجد أبوي. ولدي حبيبي كيف حالك يا ولدي؟ زينك ما نسيته نوار أجل هالكلام اللي بعدين. تعال ماجد لمتى؟ لمتى أجل يا ياسر؟ سير الحين أنا بي بي نوارة سيري. بتيني متى؟ متى يا ياسر؟ نوارة عيب هالكلام قدام الناس عيب. أبا كل الناس تعرف أنا ولدك كيف عايشين. قلت لك بي بي أخذي الولد وسير البيت سيري. أنت دائم تقول بي ما بتأخر وهذه آخر مرة شهر ونص وأنت غايب عن البيت. إنزين وهذا أنا موجود. موجود مصروف نصرف منه أنا ولدك ما طرشت بعت من ذهبي عشان ناكل وأنت ولا داري بشي. الشغل الشغل يا نوارة ماخذ كل وقتي حتى هذا هذا عمي يابر سئلي يابر لما سألته قال لي ما يعرف عنك شيء. انت سيروا نبي بي سيري. يا جماعة ببكي تفاهم بهدوء. انت اسكت اسكت ولا كلمة. نوارة سيري قلت لك سيري وانا بي العر الشيطان نوارة وسيري سيري. سحابة صيف كلامك سحابة صيف يا ياسر ما بللت لي يمشو. بس اريدك تعرف شيء انا مستحملة وصابرة الا عشان ماجد عشان ماجد. اما انت انا هيش كملي. انت انت زرعت الحزن والياس في قلبي من زمان. زين قلت لك انت سيري وانا بي سيري حين وانا بي قلت لك بي ولا خبرك احسن لي انا بسير انا بسير. ابوي ابوي ما فين صار ابوي؟ بيرد يا ماجد بيرد. لك يوم يا ظالم لك يوم يا ظالم. بديت انت عاد بديت بديت لكن ايش عندك انت ها عذبتنا ايش هالبلية ايش فيك انت انت ايش فيك ايش ظالم وظالم وظالم ايش فيك مجنون انت مجنون زيك يا الحين زين طرشت لي عمود انها منوارة ها زين الحين جي زين وانت بعد لك عين تتكلم انت الكلام ما يفيد معك انا احسن لي اغيب عن وجهك. انت ليش تدخل عمري في كل شيء ليش تدخل بعمري في شيء يخصك وما يخصك. ما باقي شيء يا جماعة. ايه ما باقي شيء. تونا في أول طريق. الطريق لو تعاوننا عليه بيقصر. صدق يا ماجد. الطريق لو تعاوننا عليه بيقصر. بيقصر ولا بيطول؟ ترانا سايرين سايرين. على رأيك. يلا يا الربع. همة.
ترى ايش مسوي يا ولدي يا مازن؟ واعي ولا راقد؟ شبعان ولا يوعان؟ صاحي ولا نايم؟ يا رب يا رب تحفظه بكل خطوة وتسلمه من كل مكروه يا رب. يا الله يا الله. عابد هين صار الحين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا ورا، إيش أخبارك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. على هينك؟ هين ماشي؟ سارين بيت خالتي وصول. هالحين في الليل؟ توا، الليل بعده. وما تخافين تمشين وحدك في هالليل؟ عندي الله ولدي ماجد. زين زين يا نوارة، ما ناقصنا شيء، ما تبين شيء، ما محتاجة شيء، تاني حاضر ومستعد. لا أحسنت، الله يخلي لنا ياسر، ما مخلينا محتاجين شيء. ياسر الحين ما موجود، وأنا عنه ومنه. إذا تبين شيء ولا شيء يا نوارة، ما يردك غير لسانك. قلت لك ما أبى شيء. أوه يلا ماجد انسر البيت. ما علي يا نوار، أنا وراك. وياسر لا تترينه، ما بيرجع لك. ها يا بر. هاي إيش ناك؟ هنا الحين؟ لا مني بس، خير إن شاء الله. علامة نوارة؟ لا ما شريت، تسألني عن ياسر. إي اسمح لي بسير عنك شوي، مستعجل. ما عليك يا يابا، سوي اللي تباه وانا بعد اسوي اللي اباه. ومثل ما بعت ياسر، مازن بعد ساب. زين بس انت ما تعرف من هين، من اي بلاد؟ ها؟ لا ما اعرف. ولا حتى ما تعرف من امك ابوك هم هين حيين ولا ميتين؟ لا ما أعرف أي شيء عنهم. ما معقولة، ما معقولة ما تعرف. ما أعرف، ما أعرف، ما أتذكر شيء، ما أتذكر شيء. زين اسأل عن أهلك، شوف هم وين، لا تقعد كي. أسأل من؟ أسأل أهل البلاد. أهل البلاد؟ أسأل من في هالبلاد؟ دلني على واحد في البلاد أسأله. عمي يابر، ما قايل لك غير عمي يابر. انت ما كنت عايش مع عمي يابر؟ سأله يابر، وظن يابر بيقول لي هذا هو اللي مستحيل. خالتي أصول، ما لك غير خالتي أصول، اسألها. اسألها ايش اقولها؟ اسألها عن ابوك، عن امك، عن اهلك، انت من اي بلاد؟ والله ما اعرف ايش اقول لك يا حمزة، وما اعرف هالسالفة بعد منين طلعت لي. عابد ولدي. خالتي خير يا خالتي؟ ايش مقعدنا جنيه؟ ولا شيء يا ولدي، اتأخرت يا عابد، هينك للحين؟ والله خالتي ماشي، بس عقب ما سكرت الناس دجاجيهم قعدنا انا وحمزة نسولف، وعاد خذتنا السوالف. زين يا عابد، خلي بالك من نفسك.
الله يخليك يا خالتي، الله يخليك يا رب، ان شاء الله يرجع مازن بالسلامة. يلا صبحين على خير. تصبح على خير يا عم. أقول خالتي؟ أمر يا عابد. ما يأمر عليك عدو خالتي، بس إيش؟ لا ماشي خالتي ماشي، سلامتك. يلا تصبحين على خير. تعشيت يا عابد؟ نعم تعشيت خالتي. إذا ما تعشيت العشاء موجود؟ خالتي ما تقصرين، الله يخليك يا رب. متعشي، تصبحين على خير. تصبح على خير يا عابد. غريبة، ما من عوايد عابد. ما 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 ماجد، ماجد ايش فيك؟ ايش فيك ماجد؟ تكلم ماجد ولدي، امي ايش فيك؟ هينك يا ياسر، تشوف الحالة اللي نحن فيها. ماجد أنا أمك تكلم. ماجد تلاقينا في البلاد اللي هني شوية قريبة من بلادنا. أعرف، وصفها لي. كيف أوصفها لك؟ خلاص أنا بي معك. زين ويابر بيحلها ألف حلال. لا قصدي الدكان بيلجام مقفول معاه مفتاح غيره. صبري شوي أقفل الدكان وي معك. السلام عليكم. أنا وارا كان حمزة بيصير معك؟ نعم بيصير معي، مثل ما شايف الولد وايد تعبان. يلا الله يعينك يا رب، ويا رب إن شاء الله يشفيه. حمزة سير مع نوارة، لا تقصر معها، ترى حرمة صاحبك ياسر، لا تنساه. بس أقفل الدكان ورايحين إن شاء الله. يلا أنا بساعدك. على هين إن شاء الله. سارة أشوف خالتي أصول. على أمها شي يعورها؟ لا بس بصير أطمن عليها، مازن موصلني عليها قبل لا يسافر. مازن موصلنك عليها؟ لا لا لا، زين زين سيري، مدام مازن موصلنك عليها لازم تسيرين. سيري مازن موصلنك عليها. أنا بطلع منك يا خولو، صبري. يا صباح الخير. أهلا، لو سمحت بطوف. لو سمحتي أختي طيبة موجودة؟ موجودة. لو سمحتي تفضل. هود هود اهل البيت. نواره خير ان شاء الله؟ ماجد ايش فيه؟ ماجد تعبان مثل ما انت شايفه، رجع للمرض مره ثانيه. نعم. والحين هين سايرين؟ سايرين للطبيب في البلاد اللي عدالنا. ومن وصف لكم عن هالطبيب؟ حمزه. حمزه
من حين تعرف هالطبيب؟ ترى هو هذا الطبيب اللي كان يعالج الوالدة والوالد. زين ما أخركم، يلا توكلوا على الله. أقول خولة الله يخليك، إذا شفتي عمي يابر لا تخبريني شفتيني. بس إن شاء الله ولا يهمك، يلا توكلوا على الله. مع السلامة. مع السلامة. خولة صارت تشوف مازن. لا تيبي طاري هالبني آدم قدامي. وليش عاد؟ هاي مازنو خطيبها. مين قالك؟ عرفت. وانت يا أخوي ايش ضارنك؟ بصراحة أنا ما عيب إني يكون هذا خطيبها. تبى الصراحة؟ أتمنى إنك تتزوجها. تراني جايينك عشان هالموضوع. أي موضوع هذا؟ سمعني يا طيبة وخلي بالك معي زين زين. ايش فيك يا ولدي يا عابد؟ من يوم جيت البارحة وحالك متغير؟ عابد يا ولدي يا عابد. ها؟ خالتي تتكلمي لي؟ ايش فيك يا ولدي؟ شي يعورك؟ ترى حالك ما عايبني من أمس. لا ما في شي، ما في شي يا خالتي. كيف ما في شي؟ وانت من يوم ما جيت من البارحة وانت حالك من قلب. ما في شيء يا خالتي، بس هيش يا ولدي. والله ما اعرف ايش اقول لك يا خالتي. هذه خوليات. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. اهلا بنتي، تفضلي تفضلي. وين انتي وكيف اخبارك؟ الحمد لله خالتي، تراني موجوده. خالتي ما خبرتك؟ خير بنتي؟ وانا جايه في طريقي لقيت نواره وحمزه ماخذين ماجد عند الطبيب، ترى رجع له المرض مره ثانيه. مسكينه نواره، بتلاقيها من هين ولا من هين. الله يصبرها. عابد عابد. خوله كيف حالك؟ عساك بخير ان شاء الله طيبه. ايش فيك عابد؟ ما عوايدك، نحن نتكلم وتساكت ولا كأنك موجود. ايش فيك؟ لا معاكم، وانا تراني كنت معهم لما طلعوا من السوق وراحوا عند الطبيب. هذه حالته من البارحة يا بنتي، وما راضي يقول ايش فيك. ايش فيك يا اخوي؟ قل لي يا عابد، انا مثل اختك ولا نسيت؟ لا ما نسيت، ما نسيت يا خولة. عيل دام منك ما نسيت، قول ايش فيه. بقول وامري لله. كم باقي لما نوصل؟ والله يا مازن باقي شيء ما قليل، بعد هذه الليله والثانيه ان شاء الله. معقوله؟ ليش يا مازن تحسب الهند قريبه؟ لا الهند ما قريبه، لكن مشينا وايد. لكن طبعا انت واهل سفر واهل بحر، اما انا المره الاولى هذه اللي اسافر فيها. باكر تتعود على السفر يا مازن، بتعرف كل شيء. زين يا جماعه، انا من رايي ان ندخل هذه البلاد ونعق الباور. وليش عاد؟ يا ولدي الليله الكليل، وبعدها يمكن تضرب شمال. يا عمي البحر خواهر، وخلنا نتابع سيرنا. يا ولدي انا اكبر منكم، والليله نطرح وباكر ان شاء الله ماشي. يا جماعه النوخذي يقول البحر خواهر طوب، ما من نفاس ولا خوف ان شاء الله. يا ولدي قلت لكم البحر ما يطم، صدقوني الليله شمال. وباك انك تساعديني. والله ايش اقول لك يا اخوي، لكن بحاول. ارجوك ارجوك يا طيبه، ترى اخوك مره واصل حده. قلت لك هذا اللي اتمناه، بس تراك جيت متاخر، لكن بعدني بحاول. لا متاخر ولا شيء. واذا عن مازنو ترى ما موجود، واذا عن يابر ترى ما بيرفض الطلب. آه، وبعد يابر يحب بنته وايد وما يرفض لها طلب. بس بنته خير زوجته حبيبته، ولا ايش رايك؟ بنشوف يا اخوي. ها وخبري بالنسبه للمهر يطلب المبلغ اللي يبا، وانا عارفه يابر ما بيصدق من تقولي لي على الموضوع هذا، على طول بيوافق. بس يابر
معطي مازن واحد. انت سوي اللي قلت لك عليه وما عليك. الحين عاد انا مترخص عليك. ياسين بروح عندي شغل وايد. طيبه الله يهديك يا اخوي. ياسين ترى هالدنيا ما طايره.